كيف يمكن محاربه الانفصال في بلدك ودعمه لدى البلد الجار؟ كيف يمكن ان تمد يدا ظاهرها صداقه وشراكه وباطنها عداء لقضيه مقدسه لدى المغاربه؟ هي اسئله عديده كشف عنها تصرف طائش لبلد لم يراعي قيم ومبادئ حسن الجوار والشراكه. اسئله نطرحها ونحن نعاين كيف ان المملكه المغربيه حافظت على ثبات مواقفها ويشهد لها العالم اجمع انها لم تستعمل ابدا ورقه النزعه الانفصاليه في علاقاتها الدوليه خاصه مع جيرانها ولا ادل على ذلك من موقف المغرب خلال الازمه الكتالونيه حينها لم يختر المغرب الحياد بل كان من اوائل من وقفوا بحزم ووضوح الى جانب الوحده الترابيه للجاره الشماليه. ولان التاريخ لا ينسى نستحضر بعضا من محطات كثيره تعكس بجلاء الموقف المغربي قولا وفعلا. عام 2012 وفد اقتصادي كاتالوني يزور المغرب وبرنامج الزياره تم تعديله بناء على طلب الحكومه الاسبانيه وفي العام 2017 رفض المغرب طلب استقبال ولقاء احد القاده الانفصاليين الكبار في الحركه الكاتالونيه الموقف المغربي واضحا ثابتا لا يتغير الازمه الكتالونيه وقبلها وبعدها ازمات كثيره مرت منها اسبانيا وخلالها كانت قادره على الاعتماد على المغرب الحليف الاستراتيجي والشريك التجاري والجار الاقرب من الجنوب ترجمة وتجسيد حقيقي لشراكة سمتها الوضوح والثقة وكذا المصداقية وهي سمات تغيبها اسبانيا كلما اقتضت مصلحتها ذلك لكنها نسيت ان المعامله بالمثل هي ايضا مبدا راسخ في العلاقات الدوليه تشهد العلاقات المغربية الإسبانية إحدى أسوأ أزماتها المتكررة والمتجددة بفعل حساسية الملفات العالقة بين البلدين منعطف جديد أبرزته المداخلات نابع من المواقف المتخذة من الجارة إسبانيا والتي تتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار وهو ما ولد أزمة برهنت عمق الهوة السياسية بين البلدين المغرب شريك لإسبانيا والشريك كان دائما شريك وفي ويعطي لهذه الشراكه كل معناها علما باهميه الجوار واهميه مستقبل البلدين فلا يمكن ان يقبل باي وجه من اوجه ان يتم مس بقضيته الوطنيه الاولى وبالتالي فان الاتفاقيات الثنائيه أو المتعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي كلها تشير إلى حسن الجوار إلى أن التصرفات الإسبانية تجاه القضية الوطنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة أساءت إلى هذا الجوار وكذلك أساءت إلى العلاقات التاريخية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدولتين الجارتين حجم الخلافات السياسية بين المغرب واسبانيا مصدرها القضية الوطنية الأولى محور تناوله المشاركون في الندوة بمقاربة أكاديمية علمية والذي أظهر النوايا الحقيقية للأوساط الإسبانية المعادية للوحدة الترابية للمملكة إسبانيا تعيش أزمة سياسية خانقة ظهور أحزاب جديدة لم تكن معروفة فوكس، بوديموس إلى آخره، ثم هناك أيضا خطر الانفصالي الإسباني ثم هناك أزمة اقتصادية كبيرة جدا ولربما حتى انعدام الخبرة لدى الساسة الإسبانيين الحاليين مقارنة مع من سبقهم جعل أن إسبانيا في صحة لم تظهر بشكل مشرف كعضو في الاتحاد الأوروبي الندوة ترم من خلال محورها وكما استعرضت المداخلات لاستكشاف العوامل التي دفعت النخب الإسبانية إلى معاداة المغرب والوقوف عند سبل تجاوز هذه الوضعية وصول إبراهيم غالي إلى إسبانيا كان النقطة التي أفاضت الكأس خصوصا وأن هذا الوصول كان بشكل غامض وكانت هناك محاولة لتوهيم الرأي العام الإسباني والصحافة والبرلمان وهذا أمر خطير كما تعلمون السلطة القضائية استدعت هذا الشخص للاستماع إليه لا يمكن التصرف هكذا مع شريك أساسي مثل المغرب كان هناك تراكم للاحداث لم يكن مجانيا كان هناك تراكم للتوتر الذي خلقته الجزائر وحرضت به حزب بوديموس والحكومه ضد المغرب كل مقومات المحاكمة السورية توفرت خلال أول مثول عبر تقنية الفيديو للمدعو إبراهيم غالي أو بن بطوش القاضي اكتفى بطلب رقم هاتفي يمكن من الوصول إليه بينما كانت طائرة جزائرية تحلق سرا في الأجواء الإسبانية تتحين اللحظة المناسبة لتهريب هذا الضيف في ختام جلسة الاستماع لم يصدر قاضي التحقيق أي إجراء متجاهلا شكاوى الضحايا لا سيما الاسبان بمن فيهم 281 بحارا قتلوا تحت قياده مجرم الحرب ومستخفا بمطالب المسجونين والمختطفين والمعذبين في سجون البوليساريو، لم يستجب القاضي لمطالبه المدعين بمصادره جواز السفر لهذا المجرم وحبسه احتياطيا. لتتوالى بعد ذلك ردود الفعل المنددة ومن الداخل المحامي الإسباني ميغيل أنخيل بويول اعتبر أن قرار القاضي بالإفراج عن المدعو إبراهيم غالي يعد مهزلة قضائية بالنظر إلى خطورة التهم المنسوبة إليه وأعرب عن عسفه قائلا إننا لا نفرج بهذه السهولة عن شخص متابع بجرائم خطيرة مثل الإبادة الجماعية وكذا الإرهاب واضاف ان قرارات قاضي التحقيق اتخذت بشكل مسبق ومجريات هذه الجلسه والقرارات المتمخضه عنها تقوض بشكل خطير مصداقيه وسمعه القضاء في اسبانيا جميع عناصر المهزله القانونيه كانت حاضره خلال هذه الجلسه توقيت المثول والاستماع عن طريقه الفيديو ثم اطلاق سراح هذا المجرم معتبرا انه على الضحايا الا يوقفوا نضالهم عند هذه النقطه هو واحد من آلاف الصحراويين ممن كانوا ضحية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي مارستها ولا تزال عصابة البوليساريو في حق صحراويين عزل رفضوا الخنوع لأطروحات الانفصال الواهية الوهمية التي يرعاها جنرالات الجزائر علي ولد باب جد الذي كتبت له حياة جديدة بعد النجاة من معتقلات تندوف يحكي جزءا من المعاناة رابون. فوت عشر أيام في واحد البلاد يقول لها يقول لها بن زكا داونا واحد الحفاري فمن الحبس لا حفاري لا تامير يدخلوا فيهم الناس لا حافرين يحفروا المحافيش اللي يحفرو برنا محابيش كانت موجودة في سابق ذاك ولا يحفروا تامير يديروا فيهم الناس دخلوا فيهم الناس إلى الصباح ويطلعوهم ويخلوا وبقيتهم ما تزلونا في واحد واحد الحبيس صغير عزلونا، عندنا شي وحدنا وتمينا فم خدامين الى النهار اللي فرج الله. الرجل في عقده السابع يتذكر اساليب التعذيب التي تفنن جلادو معتقلات وسجون البوليساريو في تلقينها لمجموعات الصحراويين الرافضين لاطروحه الوهم، صور ومشاهد لاساليب رهيبه تغيب فيها ابسط قيم الانسانيه تابى النسيان. في بيتنا 18 سنة في واحد الكوري ندورو فيه بتكار الماكلة ضعيفة ولعر عرينا عند الجزائر عرينا جيبوا جيبوا امتنعوا نزقوا جابوا دخلوا لينا نوبة تريد ديالة بريدية ديالهم فيه القمر والله اللي القمر كان فيه والحفا اللي مشينا به شاهد مولانا راني ماني كاذب اللي مشينا بالحفا فماتي ولبسنا ذاك التريال ما جبرنا حتى الماء ما هو كاين متكرفصين في, في الحاله متكرفصين الى اقصى درجه وتمينا في ذيك الحاله الى الى 94 شهر سبعه في 94 جا جاونا ما عرفنا من قالوا لنا راكم بغيت تمشي للمغرب عطاونا قويمي جا وسريوي هي اساليب تعذيب وتنكيل بكرامه الصحراويين العزل ترتقي الى درجه جرائم ضد الانسانيه يطالب هؤلاء الضحايا كلما سنحت لهم الفرصه المنتظم الدولي وجميع الضمائر الحيه بمعاقبه من يقف وراءها من قيادات البوليساريو وراعيه هذه الاشكال من الارهاب الجزائر المستشار البرلماني عن الفريق الحركي يحفظ بن مبارك وخلال جلسه الاسئله الشفهيه لمجلس المستشارين تساءل حول نتائج وخلاصه التدبير المفوض والاجراءات المستقبليه بخصوص هذا المجال. نسائلكم ما هي النتائج العمليه وخلاصه تقييم التدبير المفوض وما هي الاجراءات المزمع اتخاذها لتصحيح هذه الوضعيه وشكرا سيدي الرئيس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نوردين بوطيب أكد في معرض جوابه بأن التدبير المفوض حقق على مستوى بلادنا نتائج إيجابية على أن يتم الوقوف على كافة الاختلالات التي يعانيها القطاع مكن من إنجاز استمارات مهمة لمكان يقوم بها الجماعات بحد ولكن هذا الأسلوب وخاك يتسم بعدد الإيجابيات حنا كنتفق معك في نواقص والنواقص هي اللي كتحول احيانا دون دون, دون تحقيق الاهداف المسطره وكنذكر منها ضعف قدرات الجماعات في مزال في مجال التتبع والمراقبه كيولي واحد واحد عدم التوازن الشركه في جهه والجماعه في جهه وما كيقدروش ثانيا غياب دراسات الجدوى الخاصه بالمشاريع قبل اللجوء الى التدبير المفوض، كاين شي برا ما كاع التدبير المفوض. ثالثا عدم استيعاب مفهوم العلاقة التعاقدية لأن شفت لغلاسيون كونتراكتويال خاصة ديك الساعة ديك العلاقة التعاقدية راه كندير التعاقد حول مشروع المحطة الريحية لنمسي 300 ميجاوات الواقع على بعد 7 كيلومترات شمالي شرق مدينة بوجور ومساهمته الإيجابية في إنعاش سوق الشغل تعددت ملفات هذا اللقاء التواصلي اجتماع رصد لمحصلة تدخلات هذا الورش الهام في خلق فرص العمل وامتصاص البطالة وإنعاش النشاط الاقتصادي للمقاولات المحلية خاصة خلال المرحلة الآنية الصعبة التي تتسم بجائحة كوفيد-19 والتي لم تقف عائقًا أمام مواصلة عديد المنجزات التي تفعل البرنامج التنموي عامل الإقليم أشاد في معرض مداخلته التأطيرية على تدخلات شركة ناريفا كنموذج للمقاولة المواطنة خاصة في مجال دعم المنظومة التربوية والصحية بالإقليم، إلى جانب مساهمتها الكبيرة في تمويل المواكبة لحاملي مشاريع برنامج بوجور مبادرة وبرامج التشغيل الذاتي قصد تعزيز الاستدامة والرفع من النجاعة. حيث تم استعراض حصيلة تشغيل الشباب حصيلة المسجلة من ناحية تشغيل شباب الإقليم في هذا المشروع وكذلك عرض المساهمة ديال المشروع في إنعاش النسيج المقاولاتي المحلي عبر إسناد مجموعة من الخدمات إلى مقاولات محلية واللي الحقيقة بلغة الأرقام المبلغ المسجل في هذا الاتجاه يناهز 36 مليون ديال درهم، خاصة أهمية هذا المبلغ هذا جلاف سياق ديال الانكماش الاقتصادي اللي كيعرفوه المقاولات الناشئة بفعل تجاهيات جائحة كورونا تم تقديم حصيلة مجموعة من المنجزات سألخص ما تم ربطه بقطاع التربية والتعليم تم تجهيز مكتبة بإعدادية الوحدة ب 702 مرجع وحاسوبين خلال الموسم الفارط استفادت مجموعة من الطلبة من منح دراسية كذلك برنامج حول التربية على المقاولة الذي قامت به جمعية إنجاز المغرب استفاد منه 40 تلميذ كذلك تلاميذ مدرسة المسيرة الخضراء استفادوا من برنامج في إطار تكريس الوعي البيئي تمت الإحالة أيضا والإشارة إلى مجموعة من المشاريع المبرمجة في المواسم المقبلة إن شاء الله عروض قدمت خلال أشغال هذا اللقاء قربت الحاضرين من الأثر الإيجابي لمشروع الرحبة الريحية المسيدة والذي ساهم في خلق دينامية اقتصادية واجتماعية نشكر الشركات المشرفة على المشروع الطاقة الريحية بالمسيد لم لا ريبة ولم الشركات الشركات الثانية معها اللي عاونوا الشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة وعاونوا الناس الكفاءات والناس الحرفيين والناس والناس اهل الدبلومات اللي خدموا معاهم في الطاقه الريحيه ونشكرهم وهذه بدايه باش نبنوا روسنا ونتكونوا ان شاء الله ونمشوا بعيد معاهم وجزاهم الله خير. الحمد لله هذا المشروع ديال المحطه المحطه الريحيه المسيد اعطانا واحد الفرصه كاني واحد من ابناء الاقليم اللي عطاتهم الفرصه باش باش يشتغلوا في هذا ويستفادوا من هذا المشروع. وبواحد المدخول اللي هو قار الحمد لله واسمه وناخذوا واحد الخبره كبيره في في هذا الميدان ديال في الطاقه الريحيه و ووعيا منها بالآمال الكبيرة المعقودة من طرف الساكنة والفاعلين الخواص على هذا المشروع ومساهمته الإيجابية في إنعاش سوق الشغل ببجور عملت السلطات الإقليمية بتنسيق مع الشركات المكلفة بمشروع المحطة الريحية المسيد على إرساء تصور واضح لتأطير عملية استفادة شباب ومقاولات المنطقة بشكل يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع مع تعزيز ثقه الشباب في مؤسسات الدوله وفي المستقبل هذه المخدرات والمواد المحضورة والبضائع المهربة يتم إتلافها بإشراف من النيابة العامة ذات الاختصاص الترابي وبحضور لجنة تضم المصالح الأمنية والجمركية والسلطة المحلية و المدنية وممثل عن مكتب حفظ الصحة وقد شملت عملية إتلاف على الخصوص 16 طن و 516.1 كيلوغرام من مخدر شيرة 56.4 كيلوغرام من الكيف ازيد من منسبة من سبع وحدات من اقراص ملويسه حوالي 0.5 غرام من مخدر الكوكايين 175.7 لتر من مخمر ومسكر ماء الحياه 18.2 كيلوغرام من ماده الطابه 264400 سيجاره مهربه 736.4 كيلوغرام من المعسل المهرب بالاضافه الى مواد محظوره اخرى نستهل قراءتنا لجديد صحف صدر يوم غد الخميس من يومية الأحداث المغربية وكتبت تعاني الحكومة الإسبانية من معارضة داخلية قوية لكيفية تدبيرها للأزمة الدبلوماسية مع المغرب ولإقدامها على استقبال زعيم البوليساريو بطريقة غير قانونية بل والسماح له مجددا بالخروج منها دون ما أي متابعة أو منع من السفر إحقاقا لشكاية عدد من ضحايا الجلاد إبراهيم غالي منهم إسبان ومواطنين صحراويين بعد أقل من تسع ساعات على مغادرة المدعو إبراهيم غالي لإسبانيا منسلا في جنح الظلام على متن طائرة خاصة اكترتها له الحكومة الجزائرية عاد زعيم الحزب الشعبي المعارض تيودور غارسيا لينتقد حكومة بلاده بل ويجدد طلبه بضرورة استقالة وزير الشؤون الخارجية أرانشا غونزاليس لا يعب يعني بشكل عاجل الصحيفة برلمانكم الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية تزامنا مع مثول الإنفصالي إبراهيم غالي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمس الثلاثاء والذي دخل الأراضي الإسبانية بهوية مزورة وبتواطؤ مع السلطات الإسبانية أمام المحكمة الوطنية العليا بالعاصمة الإسبانية مدريد نشر موقع لاهورا ايدي افريكا الاسباني مقالا ابرز فيه ان انتهاك حقوق الانسان مهما علت مكانه المتهم امر خطير للغايه وان الامر متروك لمحاكم كل بلد لضمان الوفاء باتفاقيات حقوق الانسان بما في ذلك اسبانيا. صحيفه بيان اليوم كتبت في عددها الصدر يوم غد الخميس عاد زعيم البوليساريو ابراهيم غالي بن بطوش الاربعاء الى الجزائر. بعد أن غادر إسبانيا على متن طائرة فرنسية مستأجرة من قبل النظام العسكري الجزائري وكان زعيم ميليشيا البوليساريو قد غادر المستشفى بعد أن قضى به 54 يوما وبعد أن خضع لتحقيق قضائي وصف بالسورية من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية والذي لم يعر أدنى اهتمام لحقوق الضحايا الذين تعرضوا لجرائم الاختطاف والتعذيب والإبادة الجماعية حيث أن قاضي التحقيق لم يوجه أي من هذه التهم للمتهم الرئيسي واكتفى فقط بالتأكيد على إمكانية إعادة الاستماع إليه وهو في حالة سراح بضمان محل الإقامة صحيفة أنفاس بريس الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية قال المناضل التقدمي ليزيد بركة كل الاتهامات التي قدمها عدد من الضحايا ضد ابراهيم غالي الذي دخل اسبانيا بوثائق مزوره اسقطها القاضي بدون حتى تحقيق من مدى صحتها من عدمها بل اكثر من هذا اشاح بوجهه عن هذه التهمه التي جاءت في كل الصحافه الاسبانيه الورقيه والالكترونيه وبدون تحقيق ايضا واكتفى القاضي في كل التهم الاولى بالاستماع للمتهم طارحا عليه سؤالا هل فعلا قمت بافعال كذا وكذا بدون ذكر تهمة دخول البلاد بوثائق مزورة وقد استغل المتهم الفرصة الذهبية للمقدمة له كسيناريو لن يقتنع به إلى ساذج نفيا اقتراف أي تهمة من التهم المذكورة وقد صدق القاضي المتهم ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غدنا الخميس وكتبت أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بأنه تمت المسابقة على ما مجموع 523 مشروعا استثماريا صناعيا حتى الآن في إطار بنك المشاريع وهو ما يمثل إمكانية تعويض الوالدات بقيمة 35 مليار درهم فاصلة خمسة وأوضح الوزير خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020 في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي أن الإقبال الكبير الذي يشهده البنك الذي من بين أهدافه الأساسيين تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد